لعبها فلاك احنا في أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. تبقى أهداف عالقة في الذهن في حقب مختلفة من عمر الرياضة الكويتية أو حتى الخليجية. فرحنا بها كثيرا، حزننا فيها كثيرا عند الخسارة، الفرح عند الفوز. هكذا هي عالم كرة القدم، وهكذا هي الحياة، فرح وحزن. سنبقى معكم بإذن الله تعالى في الكرة أهداف. بعد الفاصل سنبدأ المشوار. في خليج 22 التي قيمت عام 2014 في المملكة العربية السعودية، التقى في النهائي السعودية وقطر، وكانت عاد مباراة نار، احنا بالعامية نقولها من المباريات المميزة، ولكن كان للعنابي القطري كلاما آخر وعاد بكأس البطولة إلى الدوحة. نسترجع تلك الذكريات التي أصبحت من الماضي. مشعل عبد الله صور لاعب وين نازل معاه كرة اللعبة. هدف نهائي وقد يكون هدف البطولة. شوف اللعبة على طول الرسية حتى سعود كريري كابتن والقائد يسجل للسعودية او يكون ثالث للجماهير القطرية. الكرة الان ركنية، هذا مشعل عبد الله الان يتحفز لي هذه الركنية عشان هدوس لعبة الهدف. يأتي الرد قطري على طول من المهدي علي، من المهدي علي، علي بيسجل مدافع يسجل من كرة ركنية يسجل هدف تعادل على طول. عادت الأمور كما كانت في أقل من دقيقتين. هذا ينبئ بأنه نهائي نار، نهائي صعب على الاثنين، صعب على الجماهير اللي حضرت صعود على طول. تعادل فيك 30 متر. طبعا تبعد الكرة وحسن العنوس لك على تنفيذ كرة ثابتة، كرة وصلت لا زالت موجودة تزداد. الله 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 بوعلم
بوعلام سجل، بوعلام تقدم، سجل لقطر، جول. هو الثاني بوعلام الثاني. هذا السيناريو اللي قالوا عنه، هذا السيناريو اللي قالوا عنه، هذا السيناريو اللي حلم فيه براشد وتحقق الان. لحد الان يتحقق، جزء كبير منه يتحقق، يتقدم يسجل. خوخي بوعلام يسجل من كره ثابته، يسجل حط على طول جيم حارس المرمى وليد العبد الله حارس مرمى متغير. في خليج 22 في المملكة العربية السعودية عام 2014 التقى الإمارات والكويت، وكانت مباراة مميزة حلوة. احنا نقول بالعام يعتبروها من مباريات البطولة المميزة في تلك الفترة، نسبة الأهداف، جمال الأهداف، وايد أمور تحصل في عالم كرة القدم أن تكون المباراة مميزة وأن تخرج بهذه الأهداف الجميلة. دعونا نشاهد. عاد يلعبها لكن ترجع مرة ثانية، حلوة حلوة يا خلاص قلنا لك أنت، ها لا تمسكها، وكرة عكسية سريعة، وخلوا بالكم ناحية الشمال، ونواف لا لا يا لا يا لا. جول ممكن يكون كويتي، أصبح الآن في الدقيقة 17، جول من لعلي مبخوت في الدقيقة 17. المفروض احنا اللي نسجل. شوف عموري تمريرة حلوة، تمريرة حلوة، وتصرف من علي مبخوت بشكل حلو جدا. شوف سكن ولعبها بشكل حلو. خالد إبراهيم ما قدر مرة ثانية يغطي بسرعة لأنه على طول موه له، إلى تميس إسماعيل، إلى عمر مساعد ندى. عمر كعبه كره حلوه ترجع للكره مره ثانيه ويشكل خطوره، والكره معاه وتنحط ويسجل الهدف الثاني، ويسجل الهدف الثاني بكل هدوء، ويسجل الهدف الثاني الفريق الاماراتي بجول حلو، بجول حلو، بجول حلو، لان ايضا يعني تركيبه ينقل، وبالتالي دخل الجول علي جول. هاجري دقيقة، إذا علي مبخوت مرة ثانية هو صاحب الهدف الثاني. علي مبخوت نفس دور فهد على الحنز، يحاول يتقدم، يحاول يتقدم، ومن اللي قاعد يقطع له في الأمام في الهجوم إلى عبد العزيز المشعان. الآن عبد العزيز المشعان، بدر مطوع، بدر مطوع الكرة معاه ورفعة حلوة، والله أجوال بتجي، أجوال بتجي، شدوا حيلكم والله ادري واقول لكم صح، وراح تجي يا ولد يا يوسف يا بدر على رفعه مثل هذه لما تلف لف من الحارس الى برا. شوف سلام عليك يا يوسف، سلام عليك، ادري فيك خطر، ادري فيك خطر، لكن اذا تخش الخطوره هذه ايش نستفيد؟ هذه واحده من كراتك يا بدر، منطقتك هذه، هذه منطقتك لك، ما يخالف، يلا يلا شد شد. ودنا ينتهي الشوط الاول بالتعادل، ودنا ينتهي الشوط الاول بالتعادل، ودنا ينتهي الشوط الاول بالتعادل، ودنا جول، ودنا جول، الله جول، جول والله جول، جول والله جول، ودنا بالتعادل. كون ادري ايش صار فيكم وكلنا ما تدرون ايش صاير فيه. حلو حلو، اثنين اثنين، ندري عندكم شيء، لعبوا 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 الجول الثاني. أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم إلى نهاية حلقتنا اليوم الكرة أهداف، إن شاء الله استمتعتوا في مجموعة من هذه الأهداف بإذن الله تعالى. هناك أهداف أيضا جديدة قادمة إن شاء الله يوم قد، إن شاء الله نلقاكم على خير، فالكم طيب إن شاء الله اليوم ودوم، مع السلامة.